السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة مرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة هذه اللي غادي يكون العنوان ديالها إن شاء الله الرحمن الرحيم هو يعني تنمية شخصية الطفل. فشخصية الطفل كما كتعرفوا هي كتلعب واحد الدور كبير في تعلم دياله في المستقبل دياله. لذلك فنجد الكثير من الآباء والأمهات لكي تشكاو كيجيو تيستشروا معنا تيسولونا تيقولوا ودي بان الابن ديالي يعني خجول, الابن ديالي ما تيشاركش الاطفال ديالو, الاطفال اللي في السن ديالو ما تي كتجيني شكايات من القسم على ان الابن ديالي ما غير نشط غير. اذا هنا هذه من الاشياء المهمه, لهذا فاخذينا هذا الموضوع حتى هو باش ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى هو نناقشوا. اذا هو موضوع مهم ديال تقوية شخصية الطفل. إذن فلتقوية شخصية الطفل ديالنا أولا من خصنا نطلقوا من نفوسنا منها. أول شيء هو نطلق الأب والأم والإخوة يعني يكونوا قدوة لهذا الطفل, بمعنى أننا ما نكونوش تنطلبوا من الأبناء ديالنا أنهم يقوموا ببعض الأشياء وإحنا ما تقوموش بها, مثلا كمثلا عدم الرد على الهاتف امام الاطفال, او لا مثلا في بعض الاحيان هناك بعض الاشخاص اللي مثلا كيقوم بعض الاشياء اللي قدام الابناء ديالو يعني غير لائقه, يعني كتخلي الابن حتى هو كيولي كيتبنى هذيك الاشياء, او لا مثلا بعض الخصومات اللي تقدر توقع مثلا في البيت, شجار ام بين الاطفال, كيفاش مثلا نتعاملوا معه, او لا مثلا الاب والام يعني تشاجر امام الاطفال. هذه اشياء كلها يعني يجب تفاديها. لذلك فخصنا نكونوا يعني كاباء وامهات نكونوا قدوه للاطفال ديالنا. هذا اول خطوه خصنا نقوموا بها, سواء مثلا في احترام المواعيد, ايضا حتى الى عطينا الطفل ديالنا وعد مثلا بالقيام بعض الاشياء, او لا مثلا كهديه, او مثلا كنقولوا الابن ديالنا مثلا الا جبتي او لا نجحتي غادي نجيب لك واحد الهديه مثلا كذا وكذا, وفي الاخر ما تجيبهاش ليه. مثلا هي كتقدر تكون بعض الظروف هي اللي كانت السبب, ولكن هذه الاشياء هذه يجب ان نكون يعني صراحه مع الاطفال ديالنا. اذا كان مثلا دي زومبيشمون اللي خلاو انك ما تقومش بهذه الاشياء, او مثلا خلفتي الوعد ديالك للابن ديالك, خاصك توضح ليه اشنو السبب. اذا فالقدوه شيء مهم, انه ملي كيعيش الطفل امام مع القدوه من طبيعه الحال هو كياخذ هذه الاشياء كلها. كما تنقولوا فالانسان ابن بيئته, يعني ان من البيئه ديالو تياخذ جميع هاد الاشياء. وقلنا بان في علم النفس كما كنا شرحنا بان بعض السلوكات اللي تكتسبوها الاطفال هي كتجي نتيجه الاشياء اللي تعيشوها, وبالتالي كتبقى هذيك السلوكات شنو هي عباره عن ردود افعال لما عاشوه في هذيك اللحظات, وتكتسب هذه السلوك مع يكتسب هذا السلوك مع الوقت, وبالتالي تولي شيء طبيعي. فالطفل الخجول مثلا او الطفل المنعزل فهو ما انعزلش غير هكاك, وانما جاء نتيجه التربيه داخل البيت هي اللي كانت السبب ديالو بالدرجه الاولى, ايضا او لا مثلا الاهتمام به في البيت. ثم هذه النقطة الثانية هي اللي غادي يعني كما قلنا القدوة, والنقطة الثانية وهي الاهتمام العاطفي بالأطفال. فالأطفال في حاجة ماسة وكبيرة للاهتمام العاطفي من الآباء ومن الأمهات. فالطفل الذي لا يحتضن من طرف الأب, الذي لا يحتضن من طرف الأم, فهو قطعة من الأب ومن الأم في نفس الوقت, وبالتالي فهو دائما يحتاج للرجوع إلى ذلك الصدر الحنون. أيضا
أننا نسوله على الأسباب اللي خلاته مثلاً في بعض الأحيان أنه غضبان أو لا مثلاً أنه ما كيشاركش معنا مثلاً في الطعام أو لا مثلاً ما تيجلس معنا مثلاً أمام التلفازة أو لا مثلاً ما تيهضرش معنا. يجب دائماً أننا نسألهم وبالتالي كنولو كنعرفو أشنا هي هاد الأسباب والدوافع اللي خلات هاد الابن ديالنا أو هاد الطفل ديالنا أنه كيولي كيتاخد هاد السلوكات وكيولي تيعيشها وتيبقى فيها وبالتالي كتولي كتأثر عليه ماشي فقط داخل البيت وإنما أيضا حتى خارج البيت لأننا كنولو كنصدروا هاد النوع ديال الأطفال للمؤسسات وبالتالي كيبقى تيخاف. فإذا كان مثلا هاد الطفل هذا تيخاف من الأب دياله فمن طبيعة الحال شيء طبيعي أنه يخاف من الأستاذ. إذا كان تيحشم في البيت أنه ما كي يعني ما كيشاركش ما أرتفع في القسم ما غاديش يكون تيشارك بطبيعة الحال. لهذا فهاد النقطتين يعني هما مهمتين يعني قبل ما نمشيو الخطوات اللي ممكن أننا نبدأ نعملو بها. إذا فأول خطوة كيف ما قلنا هو يعني أننا نكون قدوة ثم أيضا الاهتمام العاطفي ثم بعد ذلك ننطلق إلى خطوات أخرى مثلا كإعطاء الطفل المبادرة في الاختيار. بعض الأحيان مثلا من كنمشيو مع الأطفال ديالنا مثلا لشراء الملابس أو لشراء مثلا بعض الأشياء اللي تحتاجوها في البيت فلابد يعني نطلبوا منه أنه يعطينا الرأي دياله. تقدر تكون مثلا حتى أشياء مثلا اللي كتتعلق بالبيت علاش لأنه هو تنقولوا تنعتبروه هو راه مشارك هذاك البيت اللي احنا فيه كاملي مثلا في لو ديكور ديالو مثلا أو لا مثلا في الأشياء اللي كنقتنيوها من على برا إلى عطيناه حتى هو مثلا المبادرة أنه يختار معنا راه هنا كنقولوا كنهزوا ليه من القيمة ديالو وبالتالي كيولي كيعتبر هذيك الأشياء ديالو هو وهو اللي جايبها وتيولي تيحبها وتيولي تيبغيها. أما إذا كنا دائما تنفرضوا عليه حنا أشياء فمن طبيعة الحال ما يقدر يكون كيكرهها غير يجي لابد غادي يكرهها. إذا فالإنسان إلا اختار واحد الحاجة اللي تيبغيها وتيحبها وهو اللي اختارها وهو اللي عجباته من طبيعة الحال غتولي يعني شيء اللي هو مهم في الحياة ديالو. إذا مشاركة الطفل وإعطائه المبادرة شيء مهم بزاف في اختيار جميع الأشياء. أيضا هناك الاعتماد على النفس نعودوا الاعتماد على النفس ما نخليوش الأبناء ديالنا مثلا في الصباح نعرفوهم تيفيقوا تيمشيوا للمدرسة حاول ما أمكن إذا كان غادي يدخل مع 8 تنفيقوا احنا مثلا مع ديك 7 و4 أو لا باش يفطروا باش ياخذ هذه الأشياء هذه نحاولوا ما أمكن أننا نفيقوه قبل شوية باش يحاول مثلا هو يولي يجمع الأدوات المدرسية ديالو. إلى حنتي إلى جمع مثلا الأدوات المدرسية ديالو ومشات ناقصة طبيعة الحال غادي تلام في المؤسسة وبالتالي غيولي يعرف هاد الحوايج هادي بأنه ضروري أنه خصو يقوم بها ويعرف يتحمل المسؤولية. وهنا نبغي نفكركم بواحد يعني واحد بيداغوجيا يعني واحد نظرية اللي هي تربوية تقول كودي كتسمى البيداغوجيا السلبية. هاد البيداغوجيا السلبية هي بيداغوجيا كتعتمد على أن مثلا عندنا الطفل إلى كسر شي حاجة اللي هي مهمة ديالو مثلا شرينا ليه مثلا واحد كرة وطلبنا منه أنه ما يلعبش بها في الشومبر ديالو في الغرفة ديالو ما يلعبش بها ولكن غنقول لك نلعبوا بها مثلا في الوقت فلان فلاني تنخرجوا مثلا للجرداء أو شفت نلعبوا بها هو ناطي يلعب بها مثلا في واحد الوقت في الغرفة ديالو غادي يكسر الزجاجة ديال النافذة وبالتالي غادي يقدر يكون مثلا الشتاء فصل الشتاء ولا شنو هو غادي نخلوا ليه ديك الزجاجة ما نصيبوهاش حتى يولي يحس بالبرد ويعرف بأن هاد الدور ديال هاد الأشياء هاد. إذا هنا إلى عطينا الطفل أنه عودناه على الاعتماد على النفس دياله وأنه هو اللي يتحمل مسؤوليته مثلا في جمع الكتب دياله في جمع أيضا الفراش دياله نعوده مثلا على حتى أنه استحمام ويتعود على هاد الأشياء هذه فمن طبيعة الأشياء من طبيعة الحال هذه تهي شيء مهم اللي غادي يخلي هاد الوليد هذا يكون عنده واحد شخصية قوية ويعتمد حتى على رأسه في الخارج. فكما كنقولوا تنعودوا هاد الأشياء كلها احنا كنقوموا بها في البيت ولكن النتائج ديالها غادي تكون على برا يعني غادي تكون في المؤسسة غادي تكون في الشارع غادي تكون مع أشخاص آخرين مثلا منين نسافروا ولا شيء. هناك أيضا شيء مهم بزاف هناك نوجدوا بعض
الاباء والامهات اللي تيلوموا الابناء ديالهم بزاف وبكثره على الاخفاق والفشل. الى خفق مثلا شي مره في شي نقطه مثلا في ماده من المواد جاب واحد النقطه شويه ناقصه، فالاباء كيهبطوا السماء على الارض، وهذا شيء ما صحيحش. علاش؟ لان الاخفاق والفشل هو شيء طبيعي، كاين حتى في الطبيعه. يعني كلنا كنخضعوا لهذه المسائل، ومني كان الاخفاق والفشل هو ماشي عيب، وانما هي خطوه للتصحيح، خطوه للانطلاق. فوغوكولي بوغ بيان سونتي، يعني انت رجعوا ولا كتوقع شي حاجه كتجينا، هذه يعني مرحله من المراحل اللي خصنا نستافدوا منها. وهنا نذكركم ببيداغوجيا الخطا اللي كنا هضرنا عليها، وهي اننا كنستثمروا الخطا، ماشي ناخذوا الخطا يعني في الاتجاه السلبي، وانما ناخذوه في الاتجاه الايجابي. لان اخفاق الابن ديالنا او الفشل ديالو، هذا الاخفاق ولا الفشل راه مثلا ما خصناش نعطوه هو النسبه ديال 100% هو المسؤول عليه، وانما رحنا كاباء وامهات فراه عندنا واحد النسبه دائما يجب اعتبار هذه الاشياء. هذه كانت اي حاجه، اي عمل قام به الطفل او الابن ديالنا، يعني كان نجاح عندنا فيه نسبه، كان فشل فراح حنا عندنا فيه نسبه وساهمنا. علاش؟ لاننا ما عودناش بعض الاشياء، ما علمناش بعض الاشياء، ربما خلال هذيك الفتره فرطنا بعض الاشياء. لهذا يجب دراسه اسباب هذا الفشل والاسباب ديال هذا الاخفاق وتصحيحها من اجل انطلاق جيد. ايضا العكس ديالو هو اننا هناك بعض الاباء والامهات اللي كيفرطوا في المدح ديال الابناء ديالهم، يعني كيزيدوا فيه بكثره كما تنقولوا، فكيخلي هذا الابن ديالو دائما تيحس بديك الاناه، تيولي تيحس بانه راه هو الاحسان، هو يعني دائما جيد، هو لدرجه انه كيقدر يوصل انه مثلا حتى في المدرسه مع الاستاذ ديالو كيولي كيتعامل معاه بواحد التعامل ديال انه راه احسن حتى من الاستاذ، او لا هو في واحد الموقع اللي هو احسن من الاستاذ. ايضا هناك عمليه اخرى او شيء اخر، وهو يجب تجنب المقارنه، مقارنه الاطفال، الاطفال ديول غير في الدار ما تبقاش تقول بان هذا محمد احسن من حسن، او لا مثلا فلانه البنت احسن من الولد، او لا الولد احسن من البنت. فهاد الاشياء هذه او هذا كيخدم مزيان، نحاول دائما تشجيع كل واحد، يعني اعطاء الفرصه التعامل بالمساواه بين الاطفال، وايضا حتى السخريه منهم ما خصهاش تكون. يعني ان هناك بعض الاباء اللي كيسخروا من الابناء ديالهم عندما يقومون باي عمليه، يعني باي شيء، كيطلب منه مثلا يمشي يقتني مثلا شي حاجه من عند البقال، من عند الحانوت، وكيف كيجيبها كيقول انت دائما ملي كتجيب هذه الحاجه ديما ما كتعرفش تسخر، انت ديما ما كتعرفش كدير. نو، هذه اشياء يجب يعني تجنب. في العوض ما نقول ليه انت ما كتعرفش تسخر، او انت ما كتعرفش تجيب، نوريه مثلا كيفاش يمكن ليه يقتني، نولي نمشي معاه دائما. قلنا انني خصي يكون القدوه، انني نمشي معاه وندي واحد المده ديما ونواكبه، يعني المرافقه، والمرافقه راه شيء مهم وضروري بزاف في تربيه الابناء. ايضا شيء مهم اخر اللي غادي يخلي هاد الاطفال ديالنا تقوى الشخصيه ديالهم ويكون دائما يعني تيحس بالراحه النفسيه، وهي اننا يجب ان نقضي معهم يعني واحد الوقت. هناك بعض الاباء الذين لا يقضون مع ابنائهم، يعني كيقدر ما يشوفوش على 3 ايام، وهذا يعني الله يحسن العوان، هناك يعني العمل، هناك مشاغل اخرى، وهناك بعض الاباء اللي تيقول لك اودي انا كنخدم وكنجري مثلا غير على قبل الابناء وهذا، وعلى قبلهم هادشي باش كندير هادشي ما تنشوفهمش. نو، خصني دائما ما امكن انني نحاول نلقى واحد الوقيت صباح بكري قبل ما نمشي للعمل ديالي، نفطر معاهم، نتحدث معاهم، نسولهم على المدرسه، شنو درتو، كيفاش، شنو جبتي مزيان، مره اخرى غتجيب احسن، جبتي مزيان وزيد زيد مره اخرى، دائما نبقى في هذا المستوى، او لا اي وقت نحاول ما امكن في لافان ديال لا سومين دائما، او لا سميتو ناخذ واحد الوقت اللي نخرج فيه مع الابناء ديالي، ونحاول ما امكن هاد الاطفال هادو نحسوهم بالجو العائلي وبالدفء العائلي. الدفء العائلي والاسري كيعطي واحد الشحنه قويه للابناء ديالنا، ولا عطيناهم المبادره
وكنا كنشجعوهم دائما. فدائما حنتي الطفل العدو ديال في التربيه ديال الطفل هو الخوف. فاذا كان الطفل تيخاف الطفل يعني راه غادي يكون دائما يعني ضعيف الشخصية، وغيكون دائما كينعزل، وغيكون دائما تيتهرب من المشاركة. أيضا هناك شيء أخير، وهو أنني نعطي الطفل ديالي دائما واحد الفترة أنه يلعب مع الأقران دياله اللي في السن دياله في المستوى دياله. فهناك بعض الأباء اللي تي ما تيخلوش وليداتهم يخرجوا كاع نهائيا، كيصيفطوا فقط للمدرسة وكيعتقد أنه خلال هذاك اللقاءات في المدرسة راح غادي الابن ديالو يعني يكتسب الجرأة، يكتسب القوة، يكتسب يعني قوة الشخصية، يكتسب المشاركة. إلى لا، هناك بعض الأطفال اللي ما تلقاوش هذا الشيء. هذا إذا فخصنا ضروري أننا نخلي ليه واحد فترة ديال اللعب مع الأطفال اللي في السن ديالو. علاش؟ لأن مع الأطفال اللي في السن ديالو كيمكن ليه يدير المكانة ديالو، كيكون عندهم نفس المصطلحات اللغوية إلى غير ذلك، اللي ممكن أننا مني كتجينا من تما كنصحو. كان بعض الناس اللي تقول كودي إذا خرج رغي يجيب لي مثلا كلمات نابية، أو لا مثلا رغي يجيب لي شيء أشياء عادات اللي هي سلبية. لا، فهذه العادات إلا جات ماشي مشكل، تجي شي حاجة مثلا سلبية، ولكن خصني نكون راقب ونكون صحح. إمتى غدا تكون هذه الأشياء هذه يعني غتبقى سلبية وغتبقى؟ هو أنني إلى ما يعني جات وخليتها وما كنشوفش ولدي وما كنجلسش معاه وما نحاولش نصحح لي هذا الشيء. هذا اذا فتربيه الابناء والجلوس معهم ومرافقتهم وايضا اعطائهم يعني النموذج او القدوه هي اشياء اساسيه ومهمه في يعني تقويه شخصيه الطفل. اذا نتمنى اننا نكونوا يعني تناولنا هذا الموضوع هذا يعني بجميع الجوانب ديالو، وشكرا لكم. إذن وإن شاء الله الرحمن الرحيم في حلقة جديدة.